تمام تمام بيعطيك العافيه. تمام نحكى كثير من امبارح لليوم بشو صار. الكل متفاجئ انه لورين وودز بالرياكشن يلي عملها، وهو من معروف انه لاعب عنده روح رياضيه كثير عاليه. الكل كان متفاجئ. اذا بتحطها بس بالجو، شو كان عم بيصير وشو راي نادي الرياضي؟ اول شيء هي سوء الحظ انه عم بيصير في التركيز اكثر بكثير على الموضوع اللي صار بعد الماتش، اكثر ما عم بنحكى على الماتش، مش هذا شيء طبيعي ونتفهمه نحن. نعم. خاصه لما يكون لاعب بشهرته وب اذا بدك قديه محبوب لورين وودز، وقديش اذا بدك هو مثل ما بيقولوا رول موديل لليونج باسكتبول كوميونتي. نعم. اكيد الموضوع حينحكى عنه اكثر واكثر. ما في شك انه لورين وودز امبارح اللي عمله بعد الماتش كان غلط. هو شخصيا اليوم طلب اجتماع مع انا عرفت اجتمعت معه حضرتك اجتمعت معه مضبوط مضبوط هو طلب اجتماع حب يعتذر من اللي صار وطلب اذا في قدم مكتوب كمان اعتذار لجمهور الباسكتبول خاصه الجمهور الرياضي لانه بالعكس هذا شيء ممتاز انه العالم كلها بتعرفك وبتعرف كاركترك كيف وما منشان انت واحد بدك تعاقب على كل كارير بلبنان مثل ما قلت كل العالم بتعرف مين لورين وودز هذا الشيء مش يعني امبارح ما غلط بالعكس تمام تمام بدي اقطعك بس عم نشوف شو صار اذا بتحضر معنا عم نشوف شو صار العالم انا بحكيك بالسياره اوكي اوكي نحن عم نشوف بهالوقت شو صار هون يعني بنهاية المباراة بس خلص الجيم وكيف لورين وودز اعترض يعني بالفعل شوي غريبة المشاهد على كل الأحوال لاحظوا كيف اسماعيل أحمد بسرعة كمان تدخل ليهدي الأمور تفضل تمام كمل بهمنا كتير رأيك بالموضوع يا سوني بس أنا بس بهمني أنه صورة لعيب ما تكون عم نقيمها على أنت بتواصل بالعكس نقيمها على مثل مع المسيره كامله والعالم كلها بتعرف مين لورين وودز ما في شك انه امبارح غلط بس بتمنى على العالم انه سامح الغلط ونحن بنوعدهم وهو بيعذر انه الغلط ما حيتكرر نحن ما بدنا هون خاصه على التلفزيون خاصه زي ما راي العالم ما بدنا نقعد نلوم اشخاص ونلوم نعطي اسباب لانه لو شو ما كان السبب ما في مبرر لتصرفه هو عارف الشيء نتمنى على الاتحاد بس يعالج كذا موضوع عم بيصير اليوم كمان لازم يكون لعيبه اخلاق رياضيه عبر الملعب ان كان خلال المباراه ان كان بعد المباراه نعم اليوم على طول في تنافس عبر الملعب اذا بدك مرات حتى في تراش توك بس في اشياء قاسيه وفي يعني هون بس لوضح تمام معلي لوضح انه كان في خطا قبل يعني انت عم تجرب تفسره انه الخطا اللي تعرض له انا بفضل ما سمي نحن كنادي رياضي ما عم نطلب قدام الراي العام انه يتعاقب حدا معين من فريق معين، نحن كل شيء عم نطلبه انه الحكام يعملوا دورهم اكيد هالشيء بيساعد لانه في مواضيع اذا بتضلها فتانه على طول اللعيب اللي سمي بقدك هذا موضوع غلط عم ياخذ حقه بايده لما الحكم ما ياخذ له حقه. في فاولات معينه بتكون قاسيه لدرجه لازم الفاول يكون بالقليله بالقليله تكنيكال اذا مش حتى. يعني عم تحكي عن تراش توك رح جرب كون واضح معك عم تحكي عن تراش توك يمكن انه كثير عم نسمع ما انه ما بحكي عن اليوم الصبح حتى خلينا موضوع بموضوع تراش توك كمان طلع كثير حكي انه صار في حكي عنصري من قبل لاعبين معينين نحن اليوم لما اجتمعنا مع لورين وودز سالناه عن الموضوع قال هو هالموضوع بحب ما يحكي عنه ابدا لانه اذا بده يفوت فيه بده ينطق سمعة كره السله اللبنانيه صحيح الواحد مثل ما هو عصب وغلط في غيره عصب وغلط ما بيحكي عن الموضوع هذا هو بس همه واذا قريته بالمكتوب اللي بعده هو مبين هالشيء انه الاتحاد يقدر بس يكون اقسى مع الفاولات اللي بتاذي واللي بتسبب مشاكل ان كان بعد مباراه او ان كان اصابات لاعبين خير خلال المباراه نعم تمام انا بدي اشكرك اكيد كنا حابين كثير ناخذ رايكم ان شاء الله الامور اكيد تكون لصالح اللعبه على كل الاحوال نستفيد من كل الاغلاط اللي بتصير لحتى نصحح لانه هذا كله لصالح كره السله اللبنانيه بشكرك اكيد دائما وبشكر هالاتصال